الست دي اهي. ما انا هقول لك اهو يا حبيبتي، انا اخته. استفتاح. فيلم عودة الندلة من اكتر الافلام اللي كلنا بنحب نتفرج عليها، لكن ناس كتير سألت هو ليه تسمى بعودة الندلة رغم ان شخصية استفتاح اللي بيقولوا عليها الندلة هي اللي كانت الضحية في الفيلم. احنا بقى جايين لكم النهاردة عشان نجاوب على السؤال ده. مين فينا ما بيحبش فيلم عودة الندلة ويفضل يضحك وفي نفس الوقت يموت نفسه في العياط في كل مرة يشوفه فيها؟ لكن اسم الفيلم ده وراه قصة لطيفة جدا. في 2006 الكاتب بلال فضل قدم لنا تحفة سينمائية عايشة معانا لحد النهاردة. الفيلم اللي قبل ما تدخله بيشدك، وفي مفردات غريبة ومش متداولة في أسماء الأفلام بنلاقيها موجودة في اسم الفيلم كمان زي عودة الندلة. لكن برضو السؤال هو دي واحدة اتغدر بيها من جوزها، ليه الفيلم اسمه عودة الندلة؟ خليني أصدمك يا عزيزي المشاهد وأقولك إن طول عمرنا لسبب غير معروف بننطق اسم الفيلم غلط، والنطق الحقيقي ليه هو عودة الندلة، يعني بفتح الدال واللام، مش الندلة يعني بسكون الدال، كأنك يعني بتجمع كلمة ندل فتبقى ندلة، رغم إن في اللغة الجمع ده مش موجود أصلاً. لكن التفسير الوحيد للموضوع هو إن المؤلف اختار الاسم يكون بالمنظر ده عشان يكون محير ويخلي المشاهد يسأل السؤال ده دايماً، وفي نفس الوقت يحسس المشاهد ان الفيلم بيتكلم عن الشخصية اللي بتأديها الفنانة عبلة كامل واللي بتكون الشخصية الاولى في الفيلم. رغم ان الاسم بتاع الفيلم مش بيتكلم عن بطلة الفيلم، وده في حد ذاته ذكاء يحسب طبعا لبلال فضل، والدليل ان السؤال مطروح لحد النهاردة من غير اي اجابة. اللي اتفرج على الفيلم اتفاجئ بعبلة كامل الام المصرية الاصيلة اللي تعودنا دايما نشوفها في الادوار دي، وهي بتجسد دور واحدة حرامية ما عندهاش اي قلب، واسمها استفتاح. استفتاح الناصر، يعني اسم اغرب من اسم الفيلم نفسه. استفتاح اللي متجوزه جعبل ومخلفه ابنها ومسميه الرواعي، وخلاص اتعودنا بقى على غرابه الاسماء. استفتاح بتتعرض لخيانه من جوزها في واحده من سرقات البيوت اللي بيعملوها. جعبل بيهرب بالمسروقات دي، واستفتاح بتتسجن لوحدها وبيروح من عمرها 25 سنه. جعبل بقى اللي بيجسد شخصيته الفنان عزة أبو عوف بيبقى بعد كده رجل أعمال وبيغير اسمه واسم ابنه وبيتجوز واحدة تانية من المجتمع الراقي وهي الفنانة غادة عبد الرازق. بتخرج استفتاح والدنيا من حواليها بتكون اتغيرت خالص، بتروح تعيش في بيت جعبل الجديد وهي شايفة ابنها قدامها ومش عارفة تقوله ان هي أمه، وبيظهر ده طبعا في المشاهد الأخيرة من الفيلم اللي بتأديها عبلة كامل بكل براعة وهي زعلانة ان ابنها ما يعرفش انها أمه. تراجيديا بحتة قدر بلال فضل وعبلة كامل انهم يخرجوا منها كوميديا وتراجيديا في نفس الوقت، وببراعة في الكتابة وكمان مع تمثيل عبلة كامل. بس رغم الجدل اللي حصل بخصوص الاسم، في تفسير تاني للاسم، وهو ان يكون فعلا اسمه عودة الندلة زي ما بنقراها عادي، لان لو بصينا لقصة الفيلم فهنلاقي ان محدش بيرجع من حاجة غير شخصية استفتاح اللي بترجع من السجن الجعبل، وبالتالي يمكن بلال فضل وهو بيحط اسم الفيلم وصف شخصية استفتاح بالندلة على أساس نظرة شخصية جعبل لاستفتاح اللي طبعا بوظت عليه خطته الشريرة لما أخد منها ابنها وغير نسبه لواحدة تانية غير أمه. ورغم الاختلاف في تفسير الاسم، لكن بيفضل فيلم عودة الندلة واحد من أقوى الأفلام اللي ممكن تشوفوها وكمان تسحلكم معاها وتغير لكم مودكم، وتحس انك كده اخدت جرعة كوميديا وانسانية عالية جدا، وكمان جرعة غنائية زي في نهاية الفيلم ما بنشوف فرقة وسط البلد. المؤسف بخصوص ابطال الفيلم هو الموت المفاجئ للممثل الشاب عمرو سمير في سنة 2017 بعد 11 سنة من عرض الفيلم. وكان عمرو بيجسد دور ابن عبلة كامل وعزة ابو عوف في الفيلم، واللي عبلة كامل اختارته بنفسها عشان الدور ده، وكان الفيلم هو سبب شهرته بعد برنامج شبابيك اللي كان بيقدمه. بلال فضل قدم مع عبلة كامل مجموعة من أنجح أفلامها في السينما زي خلتي فرنسا وسيد العاطفي وعودة الندلة وبلطية العايمة، ومسلسلات كتير كمان قدمها مع عبلة كامل زي مسلسل هيمة اللي قام ببطولته أحمد رزق. قولولنا بقى أنتوا في التعليقات إيه الاسم الأقرب لقصة الفيلم ده، وإيه الأعمال اللي بتحبوا تشوفوها للفنانة عبلة كامل.